السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد، المعلم للصيانة رجع لكم من جديد. عنا جيالينج هذايا، جيالينج حديد هذايا لونسيان. عنا جيالينج هذايا حديد هذايا السلعة الأولى. السلعة هذايا باهية بالقدا على أول ما خرجوا، على أول ما خرجوا جيالينج نجحوا هذوما. اليوم الموتور هذايا باش نركبوا له سوبابات، طريقة تركيب السوباب اليوم باش نتعلموا مع بعضنا. على هذاك كمل الفيديو للآخر. علاش نبدل سوبابيت، شنو هما الاسباب اللي خلوني نبدل سوبابيت، وطريقه تركيب السوباب. كمل الفيديو، وقبل ما تبدا تتفرج في الفيديو اعملوا لنا لايك للفيديو، ما فيها شيء، تك البوطون تاع اللايك، انزل على اللايك. وهذاك هو عندنا هذايا السوبابيت القدم، كما تشوفوا سوبابيت كحل، كي يبداو كحل معناها سيء عليهم، طيش في الزبله، تبقاش واحلة معاك عبد السوباب. لقيتها سيك حالت، ما عادش فيها كل الخط الابيض هذاك في السيركل، في الدير ساير لوح. تجربوهم بالليسون زادا يبداو يضيعوا كيف لوح. اذا السوباب محروق، اذا يضيع في البريسيون، لايك، تنساوش اللايك، لايك للفيديو، لايك اهم حاجة. وكملوا الفيديو للاخر باش تفهموا الطريقة وتعرفوا الأسباب والنتائج. ما تضيعش وقتك بالفارغ، كمل الفيديو للآخر. عنا ذوما سوبابيت اللي باش نبدلوهم جدد، نوعية ذي الام بي، لهنا نلقى مكتوب ام بي ان بي، معناها نوعية باهية ذيك. ما ركبش اللي يجي، مش أي نوعية نركب هكاك، الفايدة مش في التركيب، لازم نركب حاجة معناها حاجة نعرفها جوها باهي. علاش نبدلو سوبابيت؟ الموتور تولي ما عادش تطلع في الصاعدة، تولي ترخ في الكاتريام. كي تبدل لها كاتريام معناها تولي راخة، ما عادش فيها بريسيون، ما عادش فيها في الصاعدة تموت الموتور. بعديك نحل الكيلاس، نتفقد السوبابيت بالليسونس. إذا كان السوبابيت يضيعوا معناها ذاك هو البروبليم، نبدلهم ديريكت. نبدل السوبابيت مش يركبوا كيكة ديريكت، تحط في البلاصة وحل، لازم بالباترودي. هذا الباترودي ترودي بيه، هذا فيه كيما الرمل كي ياكل الحديد. وقت اللي تحطه في سوباب وتدور معناه يطبع السوباب في البلاصه باش ما يضيعليش البريسيون. كي نعمل روداج للسوباب بالبات رودي مش بشايح، لازم بالبات. هذا بات معناه نحط طرف مره واحده شويه دوبليش، ما كثرش، الفايده مش في الكثره، الفايده تحط في البلاصه وجوك باهي. فهمت تو كيفاه؟ من بعد كنوحل كواتشو جويد، معناها ديريت تاع ايسونس جويد، نحطو في السوباب من اللوطة من هنا باش ندور بيه. سهله يظهر لي الحكايه، ما فيها شيء، معناها تصعبوا فيها وما نجمش. سهله الحكايه، كيما انا كي ندور نعمل الروداج نتاعي باش السوباب يطبع في السيركل في الكلاس ما يضيعليش لي بريسيون، نعمل الروداج نتاعي جوي باهي، ما نخاف من شيء. ما نكثرش الروداج دوبليش، سييت باع السوباب معناه في بلاصتو وجو باهي، معناه سي حبس. كيما تشوفوا لهنا باش تعرفوا طباع، تلقى دوره بيضة كي بلاصتو سوباب تولي دوره بيضة في الكيلاس، معناها سي معناه طباع داير ساير جوك باهي، معناه فهمتوا كيفاه. هذا هو روداج سوباب بالباترودي، تك تك تيك تاك، حط في الساك. من بعد كي ناخذ طرف قماش كيما هناك نكمد عليه، هذا باش نحوز السوباب ما خليوش يهبط لوطا. كي نحط الكيلاس ونركب الرسول من فوق، نحط في البلاصه كيما هناك، ناخذ الرسولات، الرسول جويد من الاول، نحط كيما بعديك ناخذ الرسول الكبير هذا، زوز رسولات يركبوا لهنا في الموتورات هذوما، فما اللي تلقى رسول واحد في السكوتيرات لهنا، زوز رسولات، رسول صغير ورسول كبير، الصغير يركب وسط الكبير، فهمت. من بعديك نركبوا القزلاله والكلافاتيات، هذه الكلافيت الثانيه، هذه نركبوها كلافاتيات هذوما يكبسوا على اللاكس نتاع السوباب باش يشدوه ثمي، كما عادش تنحى من البلاصه نتاعو.
طريقه التركيب معناها بيد واحده طريقه سهله، فما اللي يلقاو صعوبه في تركيب الصباب معناها تركيب الرسولات لهنا يلقاو صعوبه كيفاش يكلانشيو الكلافاتيت في بعضهم. هذه طريقه سهله وبسيطه، ناخذوا طرف قماش نغلفوا به المفتاح كما نكاي المفتاح نغلفوه ونحط كي من هكا وننزل نزلة صغيرة يشد بلاستها، ما تخاف من شيء، هاكا ساي يشد بلاستو. اركب ريتو كيفاش اركب جو بي ما عادش تملص هذاك تجيب له ما نعرفش شنو، ساي يشد بلاستو ما تخاف من شيء، تاك تنزل عليه تسيب تي يشد بلاستو، تبقاش واحد معاه برشا وبتورنيفيس وانت تمترس والعرق شرتره والعرق يصب وانت تتمترس معاه. طيب الفايدة مش قوة، الحكاية مش حكاية قوة، الحكاية معناها فينيسيون، تلقى له قول القحب متاعو كيفاش يركب، سي يركب يشد جو باهي ما تخاف من شيء صاحب. مريقل هنحطو الشيرة الأخرى كل كيف كيف، معناها نركب الكلافاتيت متاعي جوي باهي، هاكا سي يركب وهذا يركب جو نحلى جو. الأربرة كان في بلاستو، ناخذو هذوما الكربيتور، هذوما فما شكون يسميهم العصافر، فما شكون يسميهم الحصنة، كل واحد كيفاش يسميهم. هذوما اللي يضغطوا على السوباب، فيهم الريجلاج هذايا بمفتاح تسعة هذاك الريجلاج نتاعو. نحطوا العصفور الاخر ولا الحصان الاخر، فما شكون يسميهم حصنة، فما شكون يسميهم عصافر، كل واحد كيفاش يسميهم. عنا القزلالة هذية فيها اتجاه كيفاش تركب، ما ركبوهاش كيما يجي، عندها الاتجاه متاعها، شوفوا ما ركبوهاش هكايا غلط، ركبوها هكا معناها تولي الموتور تدخل بعضها، تركب هكايا الاتجاه هذايا متاعها، ريتو الاتجاه هذا الاتجاه متاعها جوها به، هاي كيفاش تركب بيه. عملتوا لايك يا جماعه ولا مازال ما عملتوش لايك؟ فما لايك ولا ما فماش؟ كما فماش لايك خويا خنقص الفيديو من تو، مكملش الفيديو بيه. كان فما لايك نكملوا الفيديو. عنا ذي الاكسويت يشدوا العصافر، ذوما الاكسويت منقوبين، تلقى في شيره فيها فلتاج وشيره ما فيهاش فلتاج، الشيرة اللي فيها الفلتاج تركب من برا واللي ما فيهاش فلتاج تركب من داخل. هذه شيرة الفلتاج ريتوها، هذه خليوها من برا، من برا تاكل فرة جوك باهي أحلى جو. وهذه كيف كيف، ها هي شيرة الفلتاج تجي لبرا، تجي لبرا، والشيرة الأخرى تجي لداخل. ريتها كيفاش تركب توا، وتي واحد معاها تتمترس ماكش عارف، تحبها تدخل بالسيف صاحبي تحطها في بلاصتها، معناها تشد بلاصتها وحدها. ما من بعديك ندخلوا فيها بولون ثمانية وننزل عليها دوبليش، تك شدت بلاصتها، سايبها ناحي البولون وسايبه، معناها تبقاش واحد كيف كيف. الاخر بولون دزها شويه تشد بلاصتها، هاني الكربيريتور امور واضح. هذايا الكاش نتاعو هذايا نسكروه، اما لا شنو معناه نسكروه باش كملت خدمه، حاجه كملتها تكملها الميكانيزم نتاعها، تسكر فهمتني وتمشي تخدم خدمه اخرى، تبقاش معناه كل خدمه تخدم منها شويه ولي خدمه تريق لها جوها. تو سي ركبنا لاكسويت العصافر الاربراكام، نسكر الكاش نتاعي يزوز بولونات ثمانيه بيه. كانك ماكش مشترك ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديده، واعمل لنا لايك للفيديو، جيم للفيديو، جيم اهم حاجه. بيه توا بريسك سايي، معناه كيلاس جو بيه بريسك سايي، سوبابي تريك بين ميكانيزم كله راكب، كل شيء راكب في بلاستو. تويكا باش نركبو في الموتور، ركبوا في الجيلاني، هذوما جيلاني القدم، السلعه الاولى هذه السلعه الحديد، السلعه الحديد هذه السلعه فهمتني. بالنسبه للريجلاج نتاع السوباب، هذا الريجلاج باش نوريكم في فيديو واحد، وتوصل الفيديو هذا 1000 لايك.
به عن البيجان وذوم الشادين الجوان ما ننساوهمش، نقاط حبيت ننبه عليهم يعني برشا ينساوهم ما يركبوهمش ولا يعني يمشي في بالهم ما فيهمش أهمية. البيجان وذوم وعن جوانات توريك جوان لك حل ذي حوز على الزيت ركبوا ما خلي شيء، كيما لقيت كيما كانت راكب الموتور من الدار نعاود نركبها كيما هي. جوانات التوريك البيجان جويدين اللي شادين الجوان هذوكم باش الجوان يتوسط يجي في الوسط ما يجيش على جنب يولي الجوان كلاس يتحرق في يركب على جنب. هاك فهمت ريت كيفاش كي تبدا في بلاصتها تركب بالوقت. باهي تويكا باش نوريكم الكلاج هذايا معناها زك الفيديو تويكا زك الفيديو باش نوريكم الكلاج الميزي بوان تاع الموتور هذايا مش اللي جاي يعملوا الميزي بوان صحيح الميزي بوان تاعهم صعيب هو مش صعيب ساهل ولكن بما انه اغلبيه اللي صلاحيه غفاسه يظهر لهم صعيب على ذاك. اليوم باش نوريكم الطريقه باش ما عادش يغلط فيها حد، ما عادش يجي واحد يسالني كيفاش كلاج وكيفاش ميزي بوان وكيفاش حاجه وريتها نتجاوزها معني حاجه وريت لكم هاي كيفاش تجي سيء. هذا مفتاح 14 نحطه في الفولون موتور. الكلاج كيف يجي البيستون كي تبدا افلور البيستون على الاخر نتحسسها لهنا نحط لاكس في بلاصه البوجي نحل البوجي نحط لاكس جويد في بلاصه البوجي ونطلع البيستون الفوق. طلعت البيستون الفوق سي الرشمه عنا الرشمه ذي اللي في البولي الرشمه ذي في البولي اللي تركب في الشين تجي مقابله رشمه تاع الكيلاس قابلين بعضهم ريت الرشمه ذي تجي مقابله الرشمه هذيا في الكيلاس. هذا هو الكلاج الصحيح بيستون افلور. فما غفاسه وبرونتيات يعمل لي الكلاج من هنا من الفولون موتور لهنا الفولون فيه حروف في كذا هذه طريقة غالطة. الطريقة الصحيحة الكلاج ما يجيش من هنا يجي من البيستون. كلاج البيستون هو الطريقة الصحيحة وطريقة عامة. هذي جوست يخدم لي على الكوران كهو ينجم يكون الفولون موتور مبدل والكاش البراني مبدل ما يعطينيش كلاج صحيح. على ذاك باش نحي أنا القلق نعمل الكلاج نعمله كيما وريتكم نعمله من الكيلاس ماني نعمله من نحي البوجي بيستون عفلور البولي متاع الشين نحطها مقابل الرشمة كيما وريتكم ماني اندي ماري والميكانيك الموتور كانت تقلق في التخدم ما تخدمش تر ضرب كانت ضعيفة ما تشدش لرونتي كيما تشوفوا جوها باهي ياك هاو. فيديونا اليوم سيء اعملونا برشا لايك نتقابلوا في فيديو جديد.